تأتي بالهدف الأول لفائدة فريق الرجاء الرياضي. شمس الدين الشطيبي فعلا بطريقة ولا أروع، فيها حرفية، فيها مهارة، فيها احترافية، فيها فنيات عالية جدا. هذا هو شمس الدين الشطيبي، نعم يسجل الهدف الأول لفائدة الرجاء. شاهدوا مرة أخرى الهاشمي، كرة في العمق وهنا اللوب جميل جدا، كرة مرفوعة على الحارس على المسكيني. فعلا فيها حرفية، فيها دقة، فيها مهارة، فنيات عالية جدا لدى هذا اللاعب شمس الدين الشطيبي اللي سجل أهداف حاسبة بالمناسبة وإن كانت قليلة مع فريق الرجاء البيضاوي. أتذكر آخر